يا مساء البونجور، يا مساء الكومون تاليفو. النهارده هنعمل براونيز. البراونيز عباره عن كيكه شوكولاته كثيفه وقوامها معجن شويه، على عكس كيكه الشوكولاته العاديه اللي بتبقى اسفنجيه مهويه وطعمها مش قوي قوي. البراونيز من الحلويات الامريكيه اللي انتشرت حوالين العالم. مكونات الاكل الامريكاني نفسه جايه من اماكن مختلفه كتير. حركه المنتج من المنبع للمشتري بتتسمى سبلاي تشين او سلاسل التوريد، وهي دي اللي عايزين نفهمها ونفهم علاقتها بينا. حتى صينيه براونيز بسيطه زي اللي هنعملها دي مكوناتها بتتشحن من جميع انحاء العالم، وبيشارك في زراعتها وانتاجها وتجهيزها ونقلها حكومات وشركات عملاقه وملايين من البني ادمين، وكل مكون وله حدوته. اولا الزبده، هنصيح 230 جرام. هتحتاج ميزان زي ده، الخبيز ما يعرفش ابوه، ولو مشيتها بالوام والتقريب هتخيش. الزبده عباره عن الدسم اللي في لبن البقر والجواميس، 85%، لو وصلت ل 100% تبقى سمنه. الزبده المعتاده متواضعه فشخ، لو عرفت تقفش زبده صفرا نظيفه هتفرق معاك. الزبده بتستخرج من غنم، واحنا في مصر ما عندناش كفايه ومش متخصصين، والنتيجه ان الزبده اللي بتجيبها من عند البقال دي بتبقى من نيوزيلندا، ما بتبقاش من عندنا اصلا. نيوزيلندا تاني اكبر منتج للزبده في العالم بعد امريكا، وبتصدر معظم انتاجها، واحنا حوالي 95% من الزبده بتاعتنا من نيوزيلندا. ممكن تسكور زبده فلاحي بس صعب فشخ، الطريقه القديمه محدوده وبطيئه وعمرها ما تعرف تتنافس مع السوق العالمي. نيجي بقى للشوكولاته، محتاجين 170 جرام شوكولاته دارك. الشوكولاته العاديه فيها لبن مجفف ومكونات صناعيه كتير، بس الشوكولاته اللي غامقه اللي بجد عباره عن بودره كاكاو، زبده كاكاو وسكر فقط لا غير. وكل ما نسبه الكاكاو تعلى الطعم يمرر ويقوى. احنا 60% اولنا، بس انت ممكن تطلع لغايه 90 انت وذوقك. دي مثلا من نيكاراجوا ودي من غانا. احنا معظم الشوكولاته اللي بنستهلكها مستورده. احسن دول في الشوكولاته هم المانيا وبلجيكا اللي بيصدروا تلت شوكولاته في العالم. اكبر واهم شركه هي باري كاليبو اللي بتبيع ب 7.5 مليار دولار في السنه. بس بلجيكا والمانيا ما بيزرعوش كاكاو، 40% من كاكاو العالم بيجي من ساحل العاج بس. 2 مليون طن مقطوفين يدويا، والباقي بيجي من غانا واندونيسيا وكام بلد كمان. زراعه الكاكاو عمليه معقده ومرهقه، 90% من انتاج الكاكاو بيجي من فلاحين شغالين ب 5 ل 10 فدادين. المزارع بيقطف بعدين بيستخرج البذور، بيستنى لحد ما تتخمر وينقعها علشان تتجف، وبعدين يلم ويكيس ويبعتها على المينا، تجهز وتتشحن على امريكا واوروبا وتبدا العمليه الصناعيه. الساحل العاج عايش على الكاكاو، 15% من اقتصاد البلد كله وثلثين القوى العامله شغالين في الكاكاو. اقفش السكر 300 جرام بالصلاة على النبي. السكر مهم للقوام والأطعمة المختلفة في البراونيز. لو مستكتر السكر ما تعملش براونيز، روح حتى عيش سني من عند البقال. السكر بقى غالبا محلي، مصر بتنتج حوالي 90% من استهلاكها ما بين قصب وبنجر، وناويين يفتحوا أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم. الفانيليا، وده حوار شوية، ثمار الفانيليا نادرة وغالية فشخ عشان مش بتتزرع غير في مدغشقر. البودرة اللي عندنا دي ما شافتش الفانيليا فيديو، شيء صناعي عبارة عن سكر حرفيا كارف على أطعمة صناعية وكيماويات بيحاولوا يقربوا لطعم الفانيليا. هنجيب ايه؟ سائل الفانيليا. البيض، 3 بيضات واتنين صفار بيض، من المكونات اللي بتدي القوام المعجن ده. زمان كنت هتجيب البيض من فوق السطوح او من عند الجيران، بس دلوقتي قطاع الدواجن وانتاج البيض عملاق، والشركات الكبيره بس هي اللي بتعرف تنتج البيض وتوصله للبقال اللي في شارع بيتكم بسعر رخيص نسبيا. الصين تتصدر انتاج البيض بجداره، وهما كمان اعلى استهلاك، بس البيض اللي انت بتشتريه من احدى مصانع الدواجن الكبيره اللي عندنا، بس الاف الدواجن مستورده. وزي ما شفنا في الازمه الاخيره لما طن العلف زاد بشكل جنوني، عشان الاعلاف بقالها شهور مزنوقه في المواني بسبب ازمه الدولار. كرتونه البيض وصلت ل 100 جنيه وانت طالع، ولسه الزيت نص كوبايه او 110 جرام، مهم فشخ عشان بيدي قوام مرطب مش ناشف. كل المكونات المحاصيل دي من ضمن شبكه عالميه للتجاره، تطورت لغايه ما وصلنا لمفهوم اسمه التبادل التجاري. التبادل التجاري زي ما الكتاب بيقول بيستغل امكانيات كل دوله عشان كله يزرع الحاجه اللي هو شاطر ومسيطر فيها، وبعدين كلنا نخش السوق الحر زي بعض بالظبط، وما بين البائع والشاري يفتح الله. يعني مش لازم نزرع اللي احنا محتاجينه على طول، احنا ممكن نزرع للسوق العالمي، نبيعه بالدولار وبعدين نشتري اللي نفسنا فيه. نخش على النواشف، هننزل ب 100 جرام دقيق، وده مهم علشان بيدي هيكل للبراونيز عشان ما تبقاش زي المهلبيه. يستحسن تستخدم دقيق البيتزا عشان بيبقى فيه نسبه اعلى من البروتين عشان يمضغ ويمط معاك، بس الدقيق عندنا مش مكتوب عليه اي معلومات، هو بس متقسمهم لك دقيق بيتزا ودقيق بتاع كيكه، وانا مقتنع انها نصبايا الحقيقه. طبعا القمح محصول محوري وداخل في كل حاجه بناكلها تقريبا. اكتر دول منتجه للقمح هي الصين والهند
وروسيا وامريكا. بس مش معنى انك بتنتج يبقى هتصدر، لان لما الصين والهند بينتجوا بيبقى للسوق المحلي ومش كله للتصدير. اكبر المصدرين هم روسيا وامريكا واستراليا وكندا وبعدين اوكرانيا. مصر اكبر مستورد للقمح في العالم وبتشتري معظم قمحها من روسيا واوكرانيا، بالرغم من اننا مش بنزرع قمح، الا ان مصر بكل فخر واعتزاز نمبر 1 في البرتقال على مستوى العالم. 650 مليون دولار سنويا، ومن اكبر مصدرين الفراوله ب 59 مليون دولار في السنه. عيب عليك يا اسطى، بننتج بسعر معقول وبعدين بنبيع باسعار السوق العالمي وبنكسب كويس، وطول ما احنا انتاجنا نضيف هنعرف نبيع ونكسب. برتقالنا مسيطر فشخ، فراولتكم في جيوبنا، وبالدولارات بنشتري قمح. معلقه ونص بن، طعم القهوه مش هيظهر في الاخر، بس هو بينطق بقيه الافايبر. البرازيل بتنتج اكتر من ثلث حبوب القهوه في العالم، وبعديها فيتنام وكولومبيا والهند واندونيسيا. بس البلاد اللي زي المانيا وسويسرا وايطاليا متخصصين في تغليف وتحضير القهوه وبيعها حوالين العالم، فاحنا في الاخر بنشتري منتجات القهوه من شركات اوروبيه، ومن اهمهم نسلا اللي بتصنع كل حاجه من النسكافيه للنسبريسو. معلقه ملح عشان الاحداث. بودرة الكاكاو أهم مكون تقريبا، محتاجين 100 جرام. كل ثمرة كاكاو بتطلع طعم مختلف على حسب النوع والأرض وعامل كتيرة، بس كده كده الكاكاو اللي بتباع ما بيجيش من المزارع مباشرة، بيبقى واخد له لفة حلوة في المصانع ومتخلط كله على بعض. الكاكاو يا زي ما هو يا متضاف عليه بيكربونات الصوديوم علشان يلغي المرارة اللي فيه. استخدم اللي عندك، بس خلي بالك طعمه حاجة ظاهر في الآخر. أنا لغاية دلوقتي ما عنديش أي فكرة العطارين بيجيبوا الكاكاو بتاعهم منين، بس كل اللي جربتهم وحشين قوي الحقيقة، وكله مستورد. حتى الماركات المحلية بتستورد الكاكاو الخام وتحطه لك في عبوه شكلها رخيص وسعرها غالي. ساحه العاج بقى متخصصه في الكاكاو، هم اشطر ناس، والكاكاو بيطلع على بلجيكا اللي بتعرف تدخله في عمليه الانتاج وتوزعه لاي مكان. وبكده المفروض تبقى بتنغنغين فراوله وبرتقال، وبرازيل غطسانه في القهوه، والافواريين متظبطين شوكولاته. بصوا بقى اللقطه دي، مزارع كاكاو من الساحه العاج بيدوق شوكولاته لاول مره في حياته. طب ازاي؟ ايه اللي حصل؟ نقعد نقلب، وكل ما بتقلب اكتر كل ما السكر هيدوب، وكل كمان ما الدقيق يعجن اكتر شويه يديك اكتر القوام اللي بنتكلم فيه ده. التبادل التجاري اللي بنتكلم فيه ده مبني على نظريات واحد اقتصادي انجليزي اسمه ديفيد ريكاردو. ريكاردو كان معتمد قياس قيمه المنتجات بعدد الساعات المطلوبه من العاملين عليها. اتكلم على الكومباريتيف ادفانتج او الميزه النسبيه كوسيله لتنظيم التجاره بين الدول. بدل ما كل دوله تنتج نفس السلع وتنزل بيها السوق المحلي، ممكن كل دولة تتخصص في شوية منتجات وتتاجر بيها في السوق العالمي، وكل حاجة بتمنها تشتري وتبيع بفلوس، وبين البيع والشاري يفتح لها سوق حر. نظرا لحالة الطقس والظروف البيئية، ممكن زراعة الخضار والفاكهة تبقى أسهل أو أصعب في بلد عن بلد، ولازم ناخد في الحسبان كمان سعر العمالة لأن مش كله زي بعض. والأهم من كل ده، إنك لو تخصصت في منتج واحد هتعرف تتقنه وتنتج على نطاق واسع، يعني هيبقى أرخص، ولما كلنا نتاجر هنوفر على الجميع، وبكده نقدر نحقق اللي بيقولوا عليه امن غذائي ومحدش ينام جعان. حوار الميزه النسبيه ده جميل على الورق، بس الواقع غير. حقيقه الكاكاو ان المزارعين شغالين في قرى معزوله بادوات بدائيه جدا، بشكل يدوي من غير اي تكنولوجيا ولا اتمته. المزارع عايش باقل من دولار واحد في اليوم، يعني بيخش له اقل من 4000 جنيه في السنه كلها. ويا ريت على الرجاله بس، ده في اكتر من 30000 طفل مستعبدين في سوق الكاكاو. بسبب زراعة الكاكاو، الساحة العاج فقدت 85% من الغابة الاستوائية بتاعتها في آخر 30 سنة بس، ودي خسارة العالم كله بيدفع ثمنها. وطبيعي يحصل كده، عندك 5 مليون مزارع كاكاو بيبيعوا لخمس شركات عملاقة، لو هتفتح بقك محدش هيشتري منك. ناهيك عن ان الحكومه الايفوريه هي اللي بتحدد السعر وتفرضه على المزارعين عشان تنافس في البورصه العالميه والسيطره التامه للخمس شركات. في 2017 تحت ضغط البورصه في نيويورك وفي لندن، الحكومه الايفوريه قللت سعر الكاكاو 37% فجاه، وبالتالي ال 4000 جنيه للمزارع في السنه هبطوا ل 3000، ولكن احنا كمستهلكين فضلنا نشتري الشوكولاته بالسعر عادي. يعني القرار ده زود ارباح الخمس شركات 4.7 مليار دولار في سنة واحدة بس. يعني دمار شامل للغابات، فقر عنيف لملايين العائلات، استغلال للأطفال، وخمس شركات ما شافوش زراعة الكاكاو فيديو بيكسبوا مليارات من ورا الحوار ده. وطبعا مفيش أمن غذائي ومفيش أمن أصلا. هنصب الاشياء في الصينية النموذجية اللي هي حوالي 23x33 سنتي. بعدين في الفرن على 180 درجة.
طبعا احنا في رنة ما شاء الله الله اكبر غاز، يعني عندك ثلاث مستويات هادي وعالي فشخ وفصل بيسرب غاز. هي في رنة مكررة علينا كده، فاضرب في العالي وامرنا لله بقى. طب هو ليه التبادل التجاري مش بيحقق الامن الغذائي؟ هل المشكلة في التطبيق؟ هقعد في الفرن نص ساعة 40 دقيقة على حسب الفرن، فانت كل شوية بص عليه كده. ريكاردو بيتكلم على اساس ان كل الدول زي بعض والسوق مفتوح للجميع، بس الواقع ان الدول بتخش بوزنها السياسي والعسكري وتسيطر. الموضوع بالدراع، اكيد لما مصر تنزل السوق قصاد الصين ولا امريكا مش هتقول ما بين البيع والشراء يفتح لها. كمان النظرية بتفترض ان لو الميزة النسبية اتغيرت فانا بسهولة اقدر اغير النشاط، بس ما ينفعش اكون بزرع برتقان وبكرة انقل على صناعة الموبايلات صنفة صون كده، مستحيل. ده بيسبب ازمات عنيفة وبطالة وحوار يعني. بعدين مع طبيعة نظام التبادل التجاري ده بلاد قليلة بتحتكر انتاج الاكل بتاعنا جميعا. روسيا واوكرانيا مسؤولين عن تصدير ربع قمح العالم، وفي منت فص ملح وداب مش عارفين ناكل عيش حرفيا. احنا على طول معرضين للخوازيق من اي حتة تلبسنا في الحيط. وفي الهند بسبب تغير المناخي حصل ارتفاع عنيف في درجة الحرارة أثر على إنتاج القمح بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا، فمنعوا تصدير القمح نهائي عشان يأكلوا شعبهم وبقيتنا يجوع بقى. لما الأطراف تنشف هنطلع براونيز ونسيبها تبرد، واتقل هتاخد حاجة متكلفة، على ما يبرد هخطف رجل أجيب حاجة تتشرب. انت بتدخل السوبر ماركت متخيل انك حر وعندك كل الاختيارات، خش وبضع لحمة وفراخ وخضار وفاكهة ورز وكل اللي نفسك فيه. الحقيقة ان في النهاية انت محكوم بمرتب محتاجه يكمل معاك لاخر الشهر، فمعظم الناس بتضطر غصب عنها تشتري الحاجة الرخيصة، وحتى لو معاك قرشين مش هتعرف تتجنب العشر شركات اللي بتملك الغالبية العظمى من المنتجات اللي على الرف. يعني حرية الاختيار في جميع الحالات واحد، وكل ما الأسعار تعلى اختياراتك بتقل، والفقير على طول بيحس بيها، ما بيبقاش قدامه حل، يا ياكل اكل رخيص بيشبع يا يموت من الجوع. حوالي 30 مليون مصري عايشين تحت خط الفقر، يعني اقل من 857 جنيه شهريا اللي هو اصلا مبلغ ما اكلش عيش، وفقر مدقع حوالي 5 مليون عايشين على اقل من 550 جنيه شهريا، يعني مش لاقيين ياكلوا. وحتى لو لاقي تاكل فلو ما عادش تشتري اكل مغذي ممكن تشبع، بس هتعاني من سوء التغذيه. حوالي 20% من أطفال مصر بيعانوا من التقزم، بيستهلكوا سعرات حرارية كافية بس من غير قيمة غذائية، وده بيسبب أمراض السمنة. فحوالي 45% من الأطفال دول بيعانوا من التخن. الكلام ده مش عندنا احنا بس، في 811 مليون بني آدم حوالين العالم جعان. اول لو بنتكلم على سوء التغذية والجوع بيتقال لنا انه بسبب الزيادة السكانية، عددنا اوفر، بس هل ده السبب فعلا؟ كده البراونيز بردت وممكن نعطلنا حتى نجربها. طول عمرنا بيتقلنا اننا كتير ومش هعرفوا يأكلونا، عدينا الميت مليون ومفيش اكل يكفينا كلنا. البق ده مبني على كلام اقتصادي انجليزي اسمه توماس مالتوس، كان بيقول ان بما ان معدل نمو السكان قصي ولكن الموارد محدودة وبتزيد بشكل خطي، بالتالي المتاح هيقعد يقل ويقل. بس ده بلح، بالرغم من الزيادة القصية في عدد السكان في اخر 100 سنة من 1.6 مليار لحوالي 8 مليار نسمة النهاردة، فاحنا بفضل التقدم الهائل في الانتاج الزراعي البشرية بتنتج أكل يكفي 10 مليار نسمة. كلام مالتوس على الندرة وزيادة السكان ده هري أصلا. معدل إنتاج الأكل عالميا أكبر من معدل الزيادة السكانية، وفوق كل ده تلت الأكل اللي بينتج عالميا بيهدر أصلا من قبل ما يوصل لنا. في أمريكا مثلا في عز أزمة الكورونا وقرفة في السوبر ماركتات مهوية، المزارعين ما كانوش عارفين يبيعوا للمطاعم والفنادق اللي قفل، فدفنوا المحاصيل وكبوا اللبن وفقسوا البيض. طن ونص من اللبن كان بيتكب يوميا، لدرجة انهم كانوا بيقعدوا بالساعات على ما يتخلصوا منه كله. احدى اكبر شركات البيض كانت بتفقس 750 الف بيضة في الاسبوع الواحد، ده غير ملايين الاطنان من البصل والكرنب والبقوليات والخضار والفاكهة عامة. كان ممكن يوزعوا الاكل للجعانين ويحاسبوا بس على التوصيل. في 34 مليون واحد بيعانوا من سوء التغذية في امريكا، وطبعا مئات الملايين حوالين العالم. بس السوق وضغط المنافسة بيفرضوا على المزارعين يرموا الأكل ويخسروا نفسهم دلوقتي، على أمل إن السوق يمشي السنة الجاية ويعرفوا يبيعوا بالعلالي، على أساس إنك لو وزعت ببلاش دلوقتي مش هتعرف تبيع بعد كده والناس تموت من الجوع عادي. قمة العبث. طب ما الموضوع طلع سهل أهو، نقضي على الهدر وسوق التوزيع والكل يبات شبعان. بس سوق التوزيع جزء أساسي
من الرأسمالية. المشكلة اننا مش بننتج علشان ناكل، احنا بننتج علشان السوق والارباح. طبقة رجال الاعمال مشغلانا على الاراضي والمصانع علشان يستنفعوا، لو مش هتكسبهم مش هيأكلوك. طب والعمل؟ عندك منظمات تابعة للأمم المتحدة بتشتغل على التوعية لتقليل الهدر وتمكين المزارعين الصغيرين، وكمان برامج للتغذية الصحية، وعندنا جمعيات بتلم التبرعات علشان الجعانين، وفي منتجات بيبقى عليها رمز الفير تريد. ده معناه ان الشركة بتشتغل مع المزارعين مباشرة، وكمان بتتأكد ان كل الأطراف واخدين أجر عادل، مع العلم انه بيبيع بسعر أغلى على أساس ان هو بيدفع للمزارع 2 دولار في اليوم بدل من دولار واحد بس. الحلول دي بتتعامل مع الأعراض من غير ما تقرب لأصل المشكلة نفسها. ما ينفعش يكون في ارباح ومنافسه من جهه، مزارعين وعمال مصانع يقبضوا كويس من جهه، والمستهلكين ياكلوا حتى لو معهمش فلوس من جهه ثالثه. ما ينفعش. مع الرأسماليه لازم حد يدفع الثمن، وحاليا احنا اللي بندفعه، والشركات الكبيره بتكسب على حسابنا. من الاخر كده، الحل السياسي. في فلاحين بينظموا نفسهم في روابط علشان يتفاوضوا بصوت واحد قصاد الشركات والحكومات. لما الحكومه الهنديه مرروا 3 قوانين علشان يعوموا اسعار المحاصيل ويسمحوا للشركات الكبرى تفرض اسعارها على الفلاحين، عشرات الالاف من الفلاحين من جميع انحاء الهند طلعوا على دلهي وقفلوا الطرق واعتصموا. كانت مظاهرات في قمه الجمال لانها جمعت ناس اشكال والوان، وكمان وحدت الصف بين الهندوس والمسلمين اللي عنهم الطائفية. وفعلا بعد سنة من الاحتجاجات والاعتصامات المستمرة نجحوا والحكومة تراجعت. الفلاحين لما بيتحدوا مفيش حكومة ولا شركة تعرف تقف سكتهم. سواقين نقل شركة سيسكو الأمريكية، أكبر موزع للأكل في العالم، عملوا إضراب للمطالبة بحقوقهم من مرتبات وتأمينات صحية ومعاشات. في خلال يومين الشركة اضطرت تتفاوض معهم وتخضع لبعض المطالب. في برلين، موظفين الدليفري لشركة جوريلاز، التطبيق اللي بتشتري من عليه حاجة البقالة، عملوا إضراب للمطالبة بمستحقاتهم وتحسين ظروف العمل، وساعدوا موظفين الشركة المنافسة تطبيق فلينك ان هم يأسسوا نقابة عمالية علشان يعرفوا يطالبوا بحقوقهم. ما أصل قمة العبث ان رأس مالي يعمل دراسة جدوى وبعدين يقرر يشتغل في الأكل وينتج من دماغه وبعد كده يشوف السوق هيشتغل ولا لا. المفروض احنا اللي نقول محتاجين ايه وننتج على هذا الأساس، مش العكس. احنا لازم نقرص نظام الرأسمالي ونبقى مسؤولين عن اكل عيشنا حرفيا، لان احنا الفلاحين والعمال والصيادين والموظفين وطيارين الدليفري في جميع القطاعات، لان احنا اللي بنزرع الاراضي وبنحصد المحاصيل وبننقلها على المصانع وبنعبي ونجهز ونوزع الاكل وبنوصله للسوبر ماركتات وبنرصه على الارفف. احنا بنعمل كل تفصيله في عمليه الاكل، بس القرار مش قرارنا، احنا مصيرنا جميعا في ايد اصحاب راس المال، ولازم ننتزع القرار ويبقى معانا احنا مش معاهم هم. كل خطوة تقربنا من اتخاذ القرار في أي مجال وعلى أي مستوى هتقلل الفقر والجوع لغاية ما نقرطس النظام الرأسمالي. وبجربوا وصفة البرنيوز بتاعتي دي وادعولي. سلام يا ولاد البلد. Ha 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 ha